تسجيل الهدف الخامس في واحدة من النتائج العريضة في بطولة دورينا يسجلها العربي الآن. مايلسون يتقدم، بابا مالك، مايلسون والخامس، مايلسون والخامس في ليلة حمراء، ليلة تكتسي باللون الأحمر بالنسبة للأحلام، عودة إلى ذكريات الزمن الجميل، عودة إلى أيام كان العربي ما نقول يفوز ولا لا، كنا نسأل بكم سينتصر العربي. العربي يا جماعة في هذا المساء بالخمسة انتصر على نادي أم نصران، الفريق الذي ليس بالسهل أن تنتصر عليه، فعلها العربي خامس الأهداف من نقطة الجزاء مع هذا الهدف الخامس. متابعينا الكرام، صافرة الختام هذه الأمسية وهذا الكابوس العرباوي أخيرا ينهي. رمضان ينقلها أمامية، مايلسون لديه الكرة في الجهة اليمنى مع يونس يعقوب يعيدها بشكل ممتاز، جارديل، جارديل يسراه ممتازة لكن يبي يحط له واحدة، الله السلام موجود ما في شيء على الإطلاق، خطيرة لمصلحة العربي. النين مايلسون، الله يسجل لمصلحة العربي هدف صاروخ في مرمى خليفة الدوسري. نعم العرباوية يتقدمون بهذه الطريقة، الله على هذه الكرة لعبت ما في شيء، يدوب على الخط، بالفعل كانت على الخط، لم يكن هناك تسلل. محمد صلاح تمريرة جميلة والله الله الله ما يلسن يا برازيلي يسجل للعربي بهذه الطريقة، تصدت تحول تباغت خليفة الدوسري.